قد يسيطر ويهدر فرصة التقدم. شكرا روف. إذا هكذا التعادل الأبيض إذا كان سيد الموقف في نهاية الشوط، رغم أن هناك فرصة لاحت لصالح الرجاء للتقدم في النتيجة من ركلة جزاء، لكن ضيعت هذه الفرصة إذا، ويبقى الأهلي متقدم بهدفين مقابل لا شيء. إذا انتظر كثير الحكم وعاد إلى الفار لكي يعلن عن ضربة الجزاء. صعبة جدا كانت في البداية، الزاوية التي كان يشاهدها الحكم ليست الزاوية المناسبة التي تساعده على تحديد هل هي ضربة جزاء أم لا، لكن هذه الزاوية كانت واضحة جدا. إذا لكن في الأخير طبعا لم تجسد هذه الفرصة لهدف ربما كان سيعيد الرجاء بقوة. الرجاء كان سيطر إذا في خاصة في نهاية المباراة، لكن الفرصة لعبت أدراج الرياح. عندما تتقد إلى عنصر الخبرة، وهذا هو عنصر الخبرة، عندما تجي كرة ثابتة، كرة ثابتة قريبة من المرمى، كرة ثابتة ضربات الجزاء بحال هذه كتكسبك الماتش. نعم. وتغير من مجرى الماتش المباراة. إذا كثير على اللاعبين كان. لا ولكن قدموا شوط أول اعتداء من اختيارات المدير اللي كانت موافقة صراحة. هنا ما عندهم إلا المدير لأن عندما تضيع ضربة جزاء وتقدم شوط اول محترم جدا بزوق من لاعبين مميزين. وانا قلت لك قبل سؤال الحارس خرج ولا لا؟ قبل التسديد هو طويل يعني اظن بينا هو طويل القامه يعني رجل ثانيه كانت على الخط ولا لا؟ اظن رجل ثانيه كانت على الخط اظن ولكن ضربه جزاء واضحه. ما عرفتش ليش الحكم خذ وقت كثير لانه يعني ياخذ القرار. واضحه كانت واضحه لكن الحكم ايضا لاعب اولو تلقى بطاقه صفراء المفروض كان يلغي البطاقه لم يلغيها. اولو مش أولو. لا ديانج اللي عمل ضربه الجزاء لا كان بطاقه للاعب الرجاء في احتجاجات واشهر بطاقه صفراء ممكن يكون قال للحكم حاجه او كده ممكن يكون استفز الحكم في شيء او حاجه. انما ضربه الجزاء ممكن تتحسب طبعا في تلامس بين ديانج وبين اللاعب الرجاء. بس افضل سيناريو للاهلي ان الكره دي ما دخلتش ضربه جزاء اللي دخلتش هدف كانت ممكن تغير المباراة تماما في الشوط الثاني على النادي الاهلي. السيناريو اللي حصل بالشوط الاول انا متاكد ان شاء الله هيفيد النادي الاهلي ان لعيبه الرجاء استنفذ المجهود بتاعها هذا الاندفاعهم هذا الاداء كابتن هنا يستحق عليه انذار لانه هو دي حاله جديده يا اخضر ما لهاش علاقه بالحاله الاولانيه يعني دي حاله جديده ما لهاش علاقه لانه هو حسب ضربه الجزاء يعني بعد ذلك يلغى ممكن لأنه هو لم يصل ضربة الجزاء القانون يعني ممكن يكون هو لغى الإنذار عنده كتسجيل إنما خرج المباراة لكن شاهدنا بأنه منح موقف يعني نعم قانونيا لا كل شيء يلغى ولكن ممكن يكون لغاها بعد لما حسب ضربة الجزاء ممكن يكون مشاهد الإلغاء في المباراة هو أصلا أخذ وقت كثير عشان هو ياخذ القرار حتى الفار يطلب منهم الفار لازم يرجع بس الكوره بتاعه الكهرباء اللي في الاول كان لازم برضو المخرج يعيد اللقطه اكتر من مره والزاويه لم تكن الزاويه المناسبه من الفار حتى هو اضاع وقت كبير شوف بكل امانه كنا بنشوف ضربة جزاء تحتسب لان ضربة الجزاء 100% ركل القدم 100% على الوقت اللي اخذ صراحة الحكم خذ وقت كثير فوزا بهذه الأداء عتيدا أهم شيء بالنسبة للأهلي أنه لم يتلقى أهداف كابتن وائل شوت بقول لك يعني الأهلي لعبوا بخبرة أخضر فيها لمسة لعب حتى لا يتلقى هدف لعب بخبرة ولعب شوت جيد دفاعيا مستحوذ وبالخبرات اللي عنده في وسط الملعب ولكن اللعيبه اللي في الجانب الهجومي تحديدا كهربا كانوا بيبطئوا الريتم شويه يعني كنا محتاجين اللاعب اللي يستغل المساحات اكتر من كده ويروح على قدام في اكتر من كوره جت للثلاثي الهجومي ده وده لم يحصل انما ده ما حصلش هو كان متحفظ بعد واعتقد ان هو بيستنفذ مجهود لعيبه الرجاء لان هم بذلوا مجهود كبير جدا الشوط الاول وده هياثر عليهم بدنيا الشوط الثاني يا عزيز مع تركيز لعيبه الرجاء دايما على ان هم يوقعوا الحكم في خطا ما هي الطريقه اللي بيدافع بها الاهلي؟ مين؟ كيف دافع الاهلي؟ في لقطه انا اخترتها في الدقيقه 16
شوف لما الاهلي بيخسر الكوره دايما يا عزيز الخمس لعيبه بتوع وسط الملعب بينزلوا بيبقوا على خط الكوره تماما مع الاربعه المدافعين، وده صعب الاختراق طول الماتش من العمق. يمكن الاختراق حصل مره واحده للاعب الجزائري في على الشناوي، انما التماسك وقلب الملعب دايما مقفول، ودي نقطه كويسه جدا. كان بيوجه دايما كولر اللعيبه، بص دايما ثلاثه موجودين ترحيل على ترحيل دايما دايما موجودين يخلي الكره دايما تلف من الشمال لليمين، وهذا لغياب الاجنحه في الرجاء. بالظبط هناك اجنحه، الرجاء موفق في عمليه بناء الهجمه ولكن في الثلث الاخير في عمليه الاختراق هو يجد مشاكل. الرجاء كنت تنتظر ممكن يلعب زهوني بجنب خبا، لكن لعبوا في الطرف الايمن، معزول لم يشارك، لعبوا في الطرف الايمن، لذلك هو حافظ على الاربعه واحد اربعه واحد. صحيح انه تحت فرص عن طريق كرات ثابته، ولذلك ما تكلمنا على اللاعبين المؤثرين. هنا عندك سلاح، المدرب لازم يستحمل ان في بعض الاوقات عندك لاعب ما يدافعش كثير، ممكن يكونش في الفورما ولكن فعال. هادي النايري ضربه جزاء، كره ثابته، هدف اهداف. انا ما نتكلمش كثير الان، ما لا داعي نتكلم على لاعب مش لاعب الان، لكن بعض الاوقات انا دائما اخلي اسلحه معايا اللي ممكن انه يربحوني ويكسبوا مباريات. رجاء قام شوط اول مميز، كيف تصرف شوف؟ لا لا شوف تسنوا، انت شوف هذه الكره الثابته، هذه هدف، هذا وهنا الخبره، عنصر الخبره. شوف رجاء لاعب لكي يسجل ولاعب ايضا لكي لا يسجل، لان الاندفاع مهم ولكن ليس التهور. نعم. مش لازم انك تترك مساحات للمهاجمين، الاهلي عنده مهاجمين يقدر يسجل لك في اي وقت. في لقطه بتاع الكهرباء اخضر في الدقيقه 17 18 في التوقيت ده كده، ممكن محمد يعدها لان المخرج ما عدهاش، فيها برضو دفع لكهرباء. كانت ممكن لو اتعادت والحكم اتبلغ بيها يبقى انا في الساعه الاول. انما النقطه السلبيه اللي في الاهلي الشوط الاول بيقدر هو الفاولات الكتير، لان نقطه الخطوره الوحيده للرجاء هي الكرات الهوائيه وهم متفوقين فيها. ممكن شفنا اكتر من مره كان ممكن يحصل فيها مشكله، ومره اخرى الشناوي، والشناوي طبعا حاضر طبعا كالعاده. شوف هذه حتى في كره بوزوك، شوف دي الفرصه الوحيده يا عزيز اللي خلقها لعيبه الرجاء في كورتي. لا انا ما خلقش فرص كثيره عن طريق الكرات من عمر، ولكن دي مهاره فرديه، ولكن عندما اخترق ببوزوك ليس رغم انه ليس لاعب اختراق، لو تخلق فرص تخلق مساحات وتخلق عمق، تعطي عمق للاعب الرجاء. الرجاء ما يفتقده هو شيء ما من العمق، لكن من ناحيه التهيئه نعم عند الاهلي يا زيد، العمق مقفول، العمق مقفول، وده حصل في مباراه القاهره برضه. يعني شغل العمق، لازم تشتغل على الاطراف، الاهلي قافل الاطراف بشكل كويس جدا. نعم. إذا في هذه المواجهة إذا المغربية المصرية، إذا التعادل الأبيض والنتيجة لصالح الأهلي مرة أخرى بهدفين مقابل لا شيء حتى الآن. مباراة أخرى غير بعيد عن المغرب، إذا هنالك في تونس شبيبة القبائل تحرج الترجي التونسي، تسجل إذا، لكن كانت هناك وضعية تسلل إذا أعلنها الحكم، وبذلك يلغى الهدف إذا لشبيبة القبائل. مسكين اللاعب هذا فرح طويل صراحه مش صدي مع صوت الجمهور ما يحس. نعم صحيح، وفرحه حاجه معاه كبيره. بوعليا هو اللي سجل الهدف بمجهود فردي، وحتى الاوفسايد كان بسنتيمترات صراحه لولا الفار صراحه. برافو للحكام لان في هذا الكره الفار اصبح بصالح اللاعب، كان هناك انتقادات لكن الان اصبح مهما جدا. لحظه كهرباء مرتين وخدوا شاهده ايضا هنا، دي الفكره اللي بيعتمد عليها كولر النهارده، موضوع التحولات وما نجحتش، انما هنا اللقطه دي لابد ان هي تعاد. بص فيها شد هنا، واضح ان جسم كهرباء صح يا عزيز، يعني ما تعادتش اكتر من مره، لم تعاد. ولكن اظن بين اسمح لي، لكن اظن بان كهرباء في لقطه التمريره كان اوف سايد الشد. لا 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 يا اخي، لماذا لم يهتم بالكره كهرباء؟ الشد الشد فقد التوازن، انا في العاده شفتها دلوقتي. نعم. الشد في الاول واللاعب سابه غير هناك 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 شيء خفيف، ولكن مش اظن ما اظنش بان كان الكره هنا كانت ملفوفه حتى ما لعبش كره. شوف حتى فكره في الشد هنا، بص الشد هنا من الاول، الاثنين هم حتى الكهرباء كان ماسك، هذا كان في تبادل. انت تشوف الجسم يا اخضر في الطبيعي عادي، انما في لحظه من اللحظات عوض اثناء التمرير كان فيها ممكن اوف سايد، اثناء التمرير من شحات الكهرباء كان ممكن يكون اوف سايد. كباتن.